نعمل شوربه. عندي بصل، ثوم، بطاطس، كوسه، بسله، جزر، كل ده الموجود عندك، الموجود عندك تمام. كل ده هيتسلق، يعني هجيب الحله كده هنسلق كاني بعمل شوربه عدس بالظبط، بس من غير عدس، بس ايه؟ من غير عدس. يعني هناخد، مش احنا بنجيب شوربه العدس دي، نجيب العدس نحط عليه بطاطس وجزر وطماطم وبصل وثوم، هو بالظبط، بس هزوده خضار تاني بقى، هزوده بقى ادعمه بقى بالخضار، هزوده كوسه وهزوده بسله وجزر، بسله كمان يعني. الجزر كده كده جبت الكيس فكان فيه بسله وجزر، ما جبتش جزر من بره، انما مفيش، يبقى ايه كله يبقى مع بعضه بقى، هزود كله قيمه غذائيه عشان تبقى ايه مع بعضها كده تمام. يعني انا هسلق كل الخضار ده، هسلق بطاطس، بطاطسايه كده، هسلق كوسه، كتريش بس الكوسه عشان انا ما اعرفش الكوسه هنا تبقى شخصيتها قويه ليه. يعني هي الكوسه في كل حته شخصيات ضعيفه جدا، وما تحسيش بيها كده يعني نسمه، لو عملتها حتى في الكيكه بتبقى نسمه، الا في الشوربه تفلت شخصيتها علينا جدا. طماطمايه، اتنين بصلايه، مش مهم طبعا، مفرومه احط فيها سليمه عادي جدا، وتوم، وحطي كام فص توم ماشي، واروح واخده ده كله بقى على النار، احط له ميه واخليه يسلق. يلا هيصه ماشي، بس كده هاخده وهضربه في الخلاط عادي جدا زي ما بعمل في الايه في شوربه العدس. زودت طبعا ميه عشان الخلاط ايه، انا عايزاها شوربه طريه مش تقيله. معلقه دقيق وهحمره في السمنه، اسويها، دي شوربه الفنادق ماشي. وبعدين هحط لها كريمه او قشطه وشويه لبن، هي يعتبر قشطه ولبن. وبعدين هروح حاطه لها الايه، بسم الله، الخضار. تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا، تعالى ما تزرجنش. وادي الخضار اللي سلقته، واظبط ملح وفلفل، بس خلصت الشوربه. شوربه مغذيه جدا، تديكي طاقه حلوه، عشان عارفه كله وحش شوربه العدس قوي. لا بس بلاها عدس دلوقتي، يعني في الحر ده بلاش عدس، خليها خضار بس، واهي شبهها.